باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. مكتبه الاستعاره بتعلن عن وجود مسابقه جديده وتوزيع المسابقات القديمه لمن يرغب يذهب الى المكتبه. عايز اكلمكم في فكره صغيره كده بسيطه بمناسبه عيد الميلاد. المجوس جم وقدموا هدايا للمسيح تعبر عن حياته. طبعا ده كان بإرشاد الروح القدس ان يقدموا هذه الهدايا. لكل هدية بتعبر عن حاجة تخص المسيح. فالنهاردة عايز اكلمكم على فكرة ان نقدم هدية لربنا. عندنا حاجة اساسية يقولوا في خمس حاجات يسموها لغة حب تعبر عن المحبة. أول حاجة تتحط الهدية اللي بقدمها للشخص. يعني في خمس حاجات، أول حاجة هي إيه؟ التقدمة. بس إحنا عندنا حاجة دايما عارفينها، نقول إيه؟ لما أجي أقدم لحد حاجة عايز أقدم له حاجة تكون تفيده، حاجة تكون مناسبة لي، حاجة يكون بيحبها. عشان كده يكون شخص غالي عليا وقريب مني مش بكسب منه، أقول له فلان أجيب لك إيه؟ فلان محتاج إيه؟ عشان ما أجيبش حاجة تبقى إيه؟ غير مناسبة. فالنهاردة عايز أقول لكم ربنا عايز مني إيه؟ عايزني أقدم له إيه؟ لأن إحنا أحيانا بنحصر تقدمتنا في أمور مادية فقط. أول معلومة عايز أوصلها لحضراتكم، المجوس لم يأت المسيح في المزود، يعني الصورة دي مش صح. الصورة دي اللي صح، اللي هي الرعاة الذين جم وزاروا المسيح بعد ولادته مباشرة. لأن الرعاة دول كانوا بيت لحم، مناطق عشبية يتجمعوا فيها ومعهم الخرفان. لما جه ظهر الملاك ليهم ما بينهم وبين بيت ما بين بيت لحم، يعني نقول ثلث ساعة اللي فيكم راح القدس، يعني من بيت سحور اللي هو أماكن العشب بتاعة الرعاة لي بيت لحم، كنيسة بيت لحم، حوالي ثلث ساعة ربع ساعة. لكن لما جوز جم منين؟ جم من فارس. شارد أخذ قد إيه؟ لا يقل عن سنة. يبقى لما جم للمسيح ما كانش ايه؟ ما كانش طفل، كان صبي. عشان كده يقول لك ووقف النجم فوق البيت الذي فيه الصبي. ما قالش ايه بقى؟ ما قالش الطفل. يبقى المجوس جم زاروا المسيح وهو عنده حوالي سنة وشوية. طيب احنا نقدم للمسيح. اول حاجه اقول لك، المسيح عايز قلبك تقدمه له. قلبك مليان حاجات كتير قوي في حياتك. تحب ربنا؟ اه بحب ربنا طبعا، بس قلبي وكلاء امور كتيره بتعطل عن مين؟ عن ربنا. فربنا النهارده بيقول لي نفسي استحوذ على قلبك، نفسي قلبك يكون مشغول بيا، بيفكر فيا، مرتبط بيا. بابا شنودة عمل قصيدة جميلة ليوسف الصديق، عجبتني فيها كلمة جميلة قوي. ما بين حوار ما بين يوسف ما بين امرأة فوتيفار، هو ذا الثوب ايه؟ خديه، اما قلبي ليس لك فيه. أظنكم الفكرة الجميلة؟ يعني تملكوا أمور مادية ماشي، بس قلبي ده ملك مين؟ ملك ربنا. يبقى أول نقطة بفكر فيها معاكم النهاردة إن ربنا عايز يكون مستحوذ على قلبي، يملك على قلبي.
بحس قد ايه ان هو اهم حاجه في حياتي. بحب ولادي، بحب جوزي، بحب احفادي، بحب اي حاجات في حياتي فعلا، بس مش اكتر من مين؟ مش اكتر من ربنا، لان ربنا دوت اغلى حاجه في حياتي. يبقى اول حاجه بدور عليها ربنا هو ايه؟ قلبي. اعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. داود طلب من يؤاب رئيس الجيش بتاعه ان يعد الرجال المقاتلين بعد ما انتصر في الحروب بتاعته. فيؤاب قال له ليه؟ احنا ربنا ما يبارك لنا، ونشكر ربنا، ربنا مديك نعمة ونصرة على كل أعدائك، مفيش داعي ان احنا ايه نعد. قال له لا، انا عايز اعد، عايز اعد الجيش. فأصر. فيؤاب ايه؟ سمع كلام وعد ايه؟ الجيش. وراح قال له عندنا كذا فارس، عندنا كذا مقاتل. يوم ما قال له العدد، بص بقى اللفظ ده، فضرب داود قلبه وقال ايه؟ اخطأت. شوفوا بقى ضرب قلبه ده، انا اسف، انا نسيتك، انا اعتمدت على ايه؟ على قوتي وعلى جيشي، ونسيت ان انت كنت معايا في كل الحروب دي. فعجبتني اول لفظ ده، فضرب داود قلبه، لانه اعد الجيش وعمل حاجه ما ترضيش مين؟ ربنا. يبقى دي حته جميله ربنا بيطالبني منها النهارده منكم، ان احنا ازاي يكون قلبي مشغول او ربنا، واحب ربنا اكتر من اي حاجه تاني في حياتي. تاني حاجه ربنا عايز اقدمها له النهارده، اقدم له حب في صوت الناس اللي حواليا. اكتر حاجه تفرح ربنا اني شو بقدم محبه لولاده اللي انا بتعامل معاهم. عشان كده احيانا تيجي الاعياد، اسف يعني، والمناسبات الجميله دي، بدل ما نعبر عن الحب احيانا نكون ايه؟ مشدودين وزعلانين ومتضايقين ومخصمين وشايلين ومنكدين. فربنا يقول هو ده عيد، هو ده عيد تعيدوا عليا بيه. اكتر حاجه فرحوني فيها ان اشوفكم بتقدموا ايه؟ محبه للناس الايه؟ اللي حواليكم. في كاتب روسي اسمه تولستوي كان بيكتب قصص مسيحيه رمزيه بس هادفه، عايز يطلع منها بمعنى. فكتب قصه جميله قوي عن الميلاد. قال في كنيسه من الكنائس كانت بتعمل تقليد جميل قوي، تعمل مغاره ومزود، وكل واحد يجيب هديه للمسيح يحطها عند المزود ده، وابونا ياخذ الهديه ويوزعها لمين؟ للناس اللي هالشعب. يبقى قدموا محبه لمين؟ للناس التانيه، من غير ما حد يشوفني ولا يعرفني. مين جاب دي؟ ما اعرفش. مين قدم دي؟ ما اعرفش. فولد صغير، امه ادت له علبه شوكولاته، قالت له خده يا حبيبي وانت رايح الكنيسه حطها عند ايه؟ عند المزود. فهو رايح الكنيسه سمع صوت غريب، صوت انا كده، فالصوت ايه؟ شده. فقرب من الصوت ده، لا، واحده ست غلبانه وبردانه وعيانه، فصعبت عليه. فقعد جنبيها شويه وقعد يطبطب عليها، حس انها جعانه فعلا، راح فتح علبه الشوكولاته اللي كان جايبها لمين؟ للمزود. وابتدى ياكل الست دي، وبعدين ساب لها العلبه، قال لها انا لازم اروح الكنيسه، وراح مشي ودخل الكنيسه. احسن هديه كان جرس الكنيسه بيضرب له،
فلا رضوا داخل الكنيسة ولا صغير، لقوا جرس الكنيسة بيضرب بشدة جدا. فابونا ده علي قال له تعالى يا حبيبي، وانت جبت ايه لدرجة المسيح؟ قال له ما جبتش حاجة. قال له ازاي؟ امال الجرس بيضرب ليه؟ قال له انا كنت جايب علبة شوكولاتة المسيح، بس وانا جاي شفت واحدة غلبانة، اديت لها العلبة دي. قال له قد ايه دي فرحت ربنا؟ انه قدم ايه؟ قدم حب، قدم حب. اكتر حاجة تفرح ربنا ان الواحد يقدم حب للناس اللي حواليه، للي محتاجة متألمة. عندنا هنا فصل اعداد خدام دايما يكلموني قبل العيد عشان يعملوا حاجة جدا يوم العيد الصبحية، يروحوا يزوروا الناس اللي مش بينزلوا من البيت، يقول لهم كل سنة طيبين، ويجيبوا لهم ايه؟ هدية صغيرة جدا. ما تتصوريش قد ايه الموضوع ده بيفرح الناس. الاقي الناس بيكلموا في التليفون متشكرين يا ابونا اللي انت بعتهم لنا دول، قد ايه فرحونا، قد ايه كذا، قد ايه كذا. لانه ناس قدمت حب للناس اللي ايه؟ اللي حواليها. ربنا عايز ايه؟ قلبك، وعايز ايه؟ حبك الذي لا يفرق، الذي لا يفرق حسب الاحتياج، حسب الشخص المحتاج. هذا يبقى دي كلها امور غير ماديه بس تفرح قلب ربنا قوي. ربنا عايز في عيد ميلاده ايضا عايز توبتك تفرح قلب ربنا قوي. السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب اكتر من ايه؟ من 99 بار. يبقى اكتر حاجه اقدمها ربنا ان انا اكون واقف قداس العيد وانا تايب. مفيش حد ما بيغلطش، لكن فكره ان اقدم توبه واصلح الغلط ده، فلان مشدود مني ابعت له رساله كل سنه طيب، فلان واخد موقف مني حقك عليا انا بحبك، اي شيء استطيع ان اقدم به توبه على سلوكي، على مشاعري، على احاسيسي، الا انا ممكن اكون زعلت فيها مين؟ ربنا. الانبا سيزوروس لما جه الانبا موسى الاسود يعترف بخطاياه فرح جدا ان كان كل خطيه بيعترف بيها كان الملاك ايه؟ بيمسح. شكرا. في اخر اللوحه بقت ايه؟ بيضه وجميله جدا. يبقى انا اكتر حاجه اقدر اخش بيها لربنا ان انا اكون انسان تايبه. وقعت بخطيه، ضايقت من حد، زعلت من حد، موقف معين زعلني، لكن استطيع ان انا في عيد الميلاد ده اقول لرب انا متاسفه، اقبلني ورجعني لحضنك تاني، لان انا من ضعفي سقطت، لكن استطيع ان اعود اليك مره اخرى. اقدم له قلبي، اقدم له حبي، اقدم له توبتي. اخر حاجه اقول اقدم له تعب من اجله. بص الناس دول مشيوا قد ايه يا جماعه؟ سنه، سنه عشان يشوفوا ربنا، جبال يطلعوها وينزلوها، طرق يعدوا منها ويغبوا. قد ايه التعب ده عشان ايه؟ عشان بيحب ربنا. يبقى انا محتاج ان انا اتعب شويه من اجل ربنا، ابذل مجهود شويه من اجل ربنا. مره في نهضه العذراء بعد نياحه الانبا بشوط اللي يقدس روحه، كان معنا الانبا بيمن اسقف قوس ونقاده، فحكى قصه عجبتني قوي. بيقول انا كنت رحنا مع البابا، كان بيعمل عمليه في كليفلاند، والعمليه دي كانت عمليه يعني مش سهله، وكان هيخش الرعايه بالليل خلاص عشان بيحضروه تاني يوم للعمليه اللي هيعملها. قال كان معايا نفت الانبا سرابيون، فقال خلاص احنا دلوقتي مش هنقدر نقعد مع سيدنا عشان هيخش جوه في الرعايه،
تعال روح معايا ونيجي بكرة الصبح تاني. قال له طب خش استأذن من سيدنا. فقال دخلت الرعاية عشان استأذن من مين؟ حللني يا سيدنا، أنا هروح مع نفسي أما سرابيون وهاجي لك إيه؟ بكرة الصبح. قال دخلت عليه في السرير بكرة يعمل عملية. تمسك ورقة وقلم وبيكتب. بيكتب، حضر حاجة، بيكتب حاجة. يعني حتى وهو مستعد للعملية تاني يوم عمل إيه؟ معلش بقى، حضر حاجة. بابا كان نيلي راهب في آخر أيامه ملازمه باستمرار، فبيقول إيه؟ حاجة برضو عجبتني قوي. بيقول كنت واقف جنبه في آخر جمعة عظيمة في دير أنباب شوي، شهر 4، هو 2 في شهر 7، يعني قبليها بثلاث أشهر. فقال وأنا واقف جنبه قال لي إيه؟ اسندني يا ابني عشان أعمل مطانية واحدة بس. اسندني عشان إيه؟ أعمل مطانية واحدة بس يوم الجمعة العظيم. فكرة التعب، أبذل مجهود من أجل ربنا، أجل خدمته، من أجل حاجة أقدمها له، كل دي فكرة من أجل علاقتي بيه. يبقى إحنا ربنا طلب مننا هدايا غير الهدايا اللي بنفكر فيها دي. عايز قلبك فعلا، وعايز حبك فعلا، وعايز توبتك فعلا، وعايز ازاي تبقى تتعبي من اجل ربنا في حياتك على قدر استطاعتك، على قدر استطاعتك. انا اخش كل ما اخش دير السوريان واشوف مغارة الانبا بشوي والحبل المدلدل من السقف عشان الولد بيسعى على راسه علشان لما يجي يصلي وينام يقوم ويصحى، بستعجب من القصه دي قوي، تشدني قوي. ازاي واحد عايز يتعب نفسه لهذه الدرجه انه ما ينامش وايه؟ صلي. يبقى الهدايا اللي عايزها ربنا مننا هدايا روحيه اكتر من، سامحوني يعني، تقدمات الماديه. لها ساعات ان احنا نحس ان احنا ايه قدمنا، لان انا لو قدمت امور ماديه وعندي قصور في هذه الهدايا يبقى كني ما ايه؟ ما قدمتش. عايز توبتي وعايز تعبي وعايز حبي وعايز قلبي، عايز الكلام ده يكون متمثل فيه فعلا عشان اقول له ايه؟ اتفضل يا رب. الاربع الجاي هيكون برامون ايه؟ روتاسر.